خفيف جدا، ما بيستحملش تتبيل كتير، ف ما نطولش عليه يعني ساعة بكتير. حلو قوي. القلي، لا القلي الشوي، ما الشوي بالظبط، الشوي لازم مقفول بالذات. بص البوري، البوري السواحلية بياكلوه كده، الأستاذ اللي قال كده صح، مونتي كلامه صح. يعني احنا مثلا في اسكندرية وفي اسماعيلية دي جريمة ان انت تفتح بطن السمكة المشوية، المقلية لا لازم تتنظف، لكن المشوي ما بيتفتحش بطنه بالذات البوري. ليه ما بيتفتحش البوري؟ البوري ما بيتفتحش عشان البوري سمكة دهنية جدا، فأنا لما بفتح بطنها أنا بسمح إن كل الدهن الجميل الطبيعي بتاع السمكة ده يطلع بره، هيوقع لي الردة وهيضيع. لكن لما بسيبها مقفولة اللي بيحصل إن السمكة يا مصطفى بتفضل طول ما هي بتتشوي عمالة تتشوي في الدهن بتاعها، فبتبقى زبدة. بالظبط، بتبقى حتة زبدة كده. فعشان كده ما بنفتحش أبدا البلطي بالذات في الشوي، البوري قصدي بالذات في الشوي. البوري سمكة سمينة فما بنفتحهاش أبدا في الشوي. البلطي في ناس لا بتفتحه وبتحط خلطة خضرة كده في البطن، ما فيش عندي اعتراض يعني، بس البوري لا، أنا أعترض وبشدة على فتحه.